رحلة الأمير يعني وهو ماشي مع الطيار بيقابل في الكوكب السادس الجغرافي. ففي أغنية للجغرافي إذا كنتوا حابين تسمعوا. أرجوك. وأنت بتغني كتير يعني؟ والله أنا يعني ليا تجارب في الغناء قبل كده، بس المرة دي حاسس إن أنا مختلف تماما يعني. علي الحجار ومحمد منير بيحبوه كمطرب. ده مين اللي بيقول كده؟ هما نفسهم فعلا، منير وعلي الحجار. انا ليا تجارب مع منير فعلا، ليا تجارب مع علي الحجار. لا انا عارف حضرتك ممثل، انما غنى ما يعني ما المسرح، المسرح يعني المسرحيات. أنا مثلت مع منير مسرحيه غنائيه، ومثلت مع الحجار مسرحيه غنائيه، وايمان البحر درويش مسرحيه غنائيه. يعني انا بحب النوع ده من المسرح، يعني المسرح الغنائي. يا ريت نسمع حاجه مع حضرتك من المسرحيه بقى ان شاء الله. قلت لك مش مهم الورد يا ابني، ماهوش من علم الجغرافيا. ايه ده، الورد جميل، ده اجمل حاجه في الدنيا. اعرف يا ابني، اعرف يا اعرف يا ابني، اعرف يا ان الورد نبت الان، يعيش الوقت يعيش الآن، يصبح بكرة في خبر كان، ماهوش من علم الجغرافيا. اعرف يا ابني، اعرف يا يا يا، ماهوش من علم الجغرافيا. مدام الورد مسيره يزول، مش قادر يثبت على طول، من بالي يصبح مفصول، ماهوش من علم الجغرافيا. اعرف يا 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 يا، ماهوش من علم الجغرافيا. جبل لو عالي وبحر كبير كبير، مش ممكن ابدا هيطير، اما الورد فعمره قصير، ماهوش من علم الجغرافيا. اعرف يا ابني، اعرف يا 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 يا، ماهوش من علم الجغرافيا.